هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. هابي ويك اند، يا رب ويك اند سعيد وجمعه مباركه واجازه لطيفه وخفيفه باذن الله. النهارده حلقه الويك اند بتاعتنا هتكون سي فود او اسماك، يعني علشان نبقى مش سي فود قوي، بس هي كذا نوع من انواع السمك، وهنبتدي نعمل بيه اطباق مختلفه بكره الجمعه ان شاء الله، فتقدروا ان انتوا تاخدوا كده وصفه او اتنين وتبقى غدا يوم الجمعه. هنبتدي بايه؟ بس احنا مفيش ولا سمكه حواليا. هنبتدي بايه؟ هنبتدي بالرز علشان يلحق يستوي. انواع الرز اللي بتتقدم جنب السمك مش كتيرة قوي، ولكن في الفترة الأخيرة بقت الناس بتتقبل فكرة إن السمك يكون جنبه رز أبيض، زي مثلا السمك المشوي اللي بالردة ممكن يبقى جنبه رز أبيض فقط، ممكن يبقى رز أبيض بالشبت، ممكن يبقى رز أبيض بالشبت والبصل الأخضر، ممكن كمان يبقى الرز الصيادية العادية العادي بتاعنا اللي بالبصلة المتحمرة الخطير ده، وممكن يبقى نوع رز زي اللي احنا هنعمله النهارده وهو رز بنكهة الليمون. نكهة الليمون والشبت وايه كمان، بصل اخضر، كركم، فنكهات لايقه جدا على الاطباق اللي هنقدمها النهارده، سواء اطباق مصريه اصيله يعني طبق سمك تقليدي جدا ممكن جدا اقدم جنبه الرز ده فهيليق قوي، وممكن جدا يبقى طبق شويه مش مصري او يكون من الاطباق اللي احنا مش متعودين عليها قوي بالسمك، زي السمك اللي بالكريمه والليمون برضو والشبت وكده. فالنهارده اطباق السمك بتاعتنا هنقدم جنبها نوع الرز اللي احنا هنعمله النهارده ده، وهو رز بالليمون. يلا بينا نقول ايه هي مكونات الرز اللي بالليمون بتاعنا. هنحتاج نص كيلو من الرز المصري، مستخدمه بصل اخضر معاه، اذا حابين تستخدموا بصل ابيض مفيش اي مشكله، البصل الاخضر ليه نكهه ونكهته بنطلعها على مرتين، اول مره واحنا بنطبخ وتاني مره عند التقديم بيبقى طعمه تحفه مع الطبق ده. 2 معلقه كبيره من الثوم المفروم، طبعا تقدروا تقللوا كميه الثوم بس اساسي معانا ان هو يبقى فيه ثوم، تقدروا تحطوا جنزبيل فريش اذا عايزين تطحنوه كده او تهرسوه مع الثوم هيبقى ممتاز. عندي كزبرة مفرومة، عندي عصير ليمونة او 2 على حسب انتوا بتحبوا ايه، طبعا بشر ليمون ما تنسوهوش، عندي قطع ليمون اذا حابين تحطوا كمان قطع ليمون من جوه، عندي زبدة وزيت، كزبرة جافة، كركم، ملح وفلفل وكمون. يلا بينا نبتدي. دايما الناس بتحتار في الاطباق الجانبية اكتر شوية من الاطباق الرئيسية، يعني بتبقى عارفة ان هي هتعمل سمك او مثلا عندها عزومة سمك عاملة فيها زي النهاردة كده، مثلا أنا عاملة طبق بالسردين إلى حد ما طاجن مصري، عاملين البولتي كزبرية أو كمونية أو صيادية أيا كان بتسموه إيه، اللي هو برضو بخلطة مصري كده لذيذة جدا وبصوص أحمر وفي صوص طماطم يعني وخضرة، وعاملين كمان طبق سمك بالكريمة، حاجه كده ملهاش علاقه، مش من المطبخ المصري خالص. فنعمل ايه؟ نعمل ايه جنبه؟ اني نوع رز بدل ما اعمل نوعين؟ اعمل حاجه زي كده تليق على انواع السمك اللي انا عاملاها. نحط الزبده، الزبده بقى مع الليمون، النكهه دي الزبده المنكهه دي اللي احنا هننكهها دلوقتي هي النكهه بتاعت الرز. فعلى طول واحنا شغالين كده هننزل بالبصل وبالثوم، ادي الثوم وادي شويه من البصل، وناخد من الناحيه البيضه الراس بتاعه البصلايه، يا دوب البصل الثوم والبصل يبتدي يلون كده زي ما احنا شايفين هنزل على طول بالرز المغسول.
مش عايزة أتقل قوي في التشويح. وأشرب الرز من الزبدة والزيت طبعا والثوم والبصل القليل اللي أنا حطيته. وزي ما بقول لكم تاخدوا البصل من الناحية البيضة علشان الأخضر ده إيه النكهة فيه ما بتبقاش قوية قوي في البصل، وأنا عايزاه في الجارنش أكتر، يعني هجارنش بيه بقى كده في الآخر وهيدي نكهة وطعم حلو جدا. بعدين بقى الإضافات بتاعتي نحطها دلوقتي، بشر الليمون واحنا بنسخن كده، الكركم، الكزبرة والكمون ونقلب. لو واخدين بالكم التوابل اللي موجودة هي توابل موجودة في الأسماك المصرية، الخلطة المصرية، سواء بقى كمون، كزبرة، فما فيش ايه اختراعات. ملح، فلفل اسود، انا قلت لكم قبل كده على معلومة ان الكركم مفيد جدا، مفيد للمناعة وجسمنا علشان يستفاد من كل المكونات بتاعة الكركم ويمتصها كويس، بيبقى مطلوب مننا ان احنا ناخد الكركم مع دهون طبيعية زي اللي موجودة في الزبدة مع الفلفل الاسود، التلاتة دول كده مع بعض المثلث ده يعمل لنا امتصاص مظبوط للكركم فجسمنا يستفاد منه. دهون طبيعية ممكن تبقى زبدة، تبقى سمنة بلدي، تبقى زيت جوز هند، زيت زيتون، وفلفل اسود مع الكركم، التلاتة مع بعض ممتاز. ننزل بقى بشوية كزبرة وشبت، ممكن تحطوا روزماري اذا حابين. هنزل بشريحتين من الليمون وعصير الليمون والمية المغلية. يلا بينا ننزل بالمية. الليمون الأضاليا من الحاجات اللي أنا بحب أطبخ بيها قوي، وهو موجود دلوقتي في السوق علشان مش مزز قوي قوي وما فيهوش المرارة بتاعت الليمون البلدي. لما تيجوا تستخدموا الليمون البلدي وتعرضوه الحرارة القشرة بتاعته بتمرر، بيصيب أثر كده، طعم وأفتر تيست مش لطيف. نغطي على الرز، هنهدي النار متوسطة ثم هنهدي خالص ونوطي ونفتح عليه بقى كمان تلت ساعة أو نص ساعة، نقلبه تقليبة ونبص عليه نشوف أخباره إيه. هنطلع فاصل سريع جدا وهنرجع جري نكمل حلقتنا، يلا بينا. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل عملنا السمك بالليمون والشبت والكزبرة والثوم، شوية رز حلوين كده ولايقين على أكتر من نوع سمك احنا هنعمله النهاردة إن شاء الله. أول نوع هنبتدي بيه هو السردين. هنعمل طاجن سردين بسيط وخفيف جدا وبتعمل من زمان ومكوناته موجودة عندنا في البيت، فالموضوع لطيف وبسيط قوي. في طريقتين ليه، في طريقة كده ممكن ناخد الخضار ندبله على النار، وممكن ني في ني وعادي جدا بيطلع زي الفل وتحفة، هم أصلا كانوا بيعملوه زمان ني في ني. تعالوا أقول لكم مقاديري إيه ونشوف هنعمل إيه، يلا بينا. أول حاجة طاجن السردين، هنحتاج نص كيلو من السردين، طبعا نص كيلو أو كيلو على حسب العدد اللي انتوا عايزينه، بصلة شرايح، ليمون شرايح، طماطم شرايح، فلفل أحمر حراق، السردين بالذات بقى لازم يبقى حراق، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ربع كوباية من الشبت المفروم، تقدروا تشيلوا الخضرة إذا مش حابين تحطوا خضرة معاه، والكزبرة المفرومة برضو تقدروا تشيلوا الكزبرة إذا مش حابين، ولكن بتبقى لطيفة ولذيذة جدا.
وبتدي نكهة حلوة يعني. أنا بحشيه كده بالكزبرة وبالثوم، هتشوفوا دلوقتي هنعمل إيه. وعندي عصير ليمون، جزر مبشور، كزبرة جافة، كمون وملح وفلفل أسود. يلا بينا. طاسة على النار نحط الزيت، تسخن الطاسة هننزل البصل. وعندي بقى ايه خلطة عايزة ارتبها كده واوضبها وهحطها كلها على بعضها اهي، شوية من الجزر، ثوم، عصير ليمون، فلفل، الكمون والكزبرة، الشبت والكزبرة الخضراء والملح ورشة فلفل. نزود الشبت شوية والفلفل الحراق شويتين، والخلطة دي كده هنحشي بيها السمك. على النار هيكون الزيت خلاص سخن والطاسة سخنت، هدبل البصلية شوية. اللي عايز يحط بطاطس يسلق البطاطس نص سلقة ويحطها في الأرضية اللي احنا هنعملها دلوقتي، هنحطها دلوقتي. رشة كده من الملح على البصل. هنجهز برضو الطماطم عشان هننزلها على النار. وهاخد السمك علشان هحشيه كده اهو. بصوا بحشي البطن نفسها بالخضرة دي كده. وهكذا. كانت الحقيقة علاقتي بالسردين عبارة عن ان انا باكل السردين الصغير اللي بيبقى في العلب اللي هو المغربي ده، بيبقى بالشطة كده معاه قرن فلفل، بجد احلى سردين، خطير. بعد كده بقى اتعرفت على الطواجن والاطباق اللي بنعمل بيها السردين، عجبتني قوي بصراحة. تعالوا نشوف هنا اخبار البصل ايه. البصلاية المستوية دي تديله نكهة جميلة جدا. سوي بس البصلاية شوية عشان نعمل صوص حلو كده. لسه في سمك تاني ولا لسه ايه؟ لا خلاص. نرجع للبصل كده، حلو قوي. ننزل بقى بالطماطم. والكزبرة الناشفة، الكمون، الفلفل الحامي، الثوم، لو معاها بطاطساية بتبقى تحفة، فممكن تحطوا بطاطس هتبقى حلوة قوي. شوية جزر،
عايزه انزل بشويه ميه صغيرين. هنزود ملح وفلفل، احنا حاطين ملح في الاول بس هنزود الملح تاني. وهنزل بشويه شبت وشويه كزبره كده. تمام. نلبس جلوفز وناخد الخلطه بتاعتنا عشان نحطها في الارضيه بتاعت الطاجن. ما اعتقدش ان احنا لو حطينا اي نوع بهارات تاني خارج عن الكزبره والكمون هيبقى لطيف، فيعني ما انصحكوش ان انتوا تزودوا في اي بهارات تانيه، ولكن الحاجه الوحيده اللي وارد تبقى لطيفه الكركم لو بتحبوا نكهته ما عندكوش مشكله معاه. هاخد الطاسه بتاعتي وانزل بالكلام ده كده في الارضيه. عملنا أرضية حلوة مستوية نص سوا. هرص السمك، المحشي، ولسه هياخد الليمون. هنرش له بس ايه رشة ملح وفلفل كده من بره او ملح حتى بس وليمون. ادي عصير الليمون، ندي ملح تاني على السمكية نفسها، رشة كمون على السمكية نفسها كده، رشة ايه كمان ممكن كزبرة، حبة شبت صغنطتين بس مش عايزاهم من فوق الوش علشان مي من ايه نعمل الليمون، لو حطينا الخضرة فوق الوش بتتحرق. عندنا شرايح ليمون ممكن نحطها من تحت السمك كده تبقى بس باينه وايه ترفع علينا السمكيه شويه وتدي نكهه حلوه. شويه زيت نلمع الطاجن ونقول له يتفضل في الفرن. يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده مش هنغطيه ولا اي حاجة، هو هيستوي على درجة حرارة عالية، السمك بيدخل والفرن سخن جدا، فيعني ما ينفعش خالص يدخل والفرن بارد فايه على بقى ما الفرن يقوم يكون السمك اتهرى ونزل ميته ومي مي كده، لا احنا ندخل على فرن سخن علشان ناخد احسن نتيجه. نطلع فاصل سريع نلم اشيائنا وندخل على اللي بعده. يلا بينا. وعملنا الطبق اللي فات قبل الفاصل كان صينية سردين في الفرن أو طاجن سردين في الفرن. ندخل على الوصفة اللي بعدها وهي وصفة الكزبرية كمونية على حسب بقى يعني شوفوا ايه انتوا بتسموها ايه. في ناس بتقول عليها صيادية وفي ناس ما بتحطش خضرة خالص خالص فيها، وفي ناس بتحبها بالخضرة زي حالاتي، وفي ناس بتشيل البقدونس من الخضره، وفي ناس مش بتحب الشبت، فاختاروا الخضره اللي انتوا عايزينها، حطوا خضره او ما تحطوش، اقلوا السمك او ما تقليهوش على حسب انتوا بتحبوا ايه، ففي اكتر من طريقه، المكونات تقريبا كلها واحده، ما بنختلفش كتير عن بعض، ايا كان بتسموها ايه او ايا كان الدقيه اللي احنا هنعملها دلوقتي دي هتكون عباره عن ايه. بس كلها حلوة وأي حد بيعملها بأي طريقة بتطلع تحفة وبتطلع خطيرة. هنعملها بسمك بولتي وهنحتاج يلا بينا نقول المقادير. عايزين سمكتين بولتي طبعا برضو عدد السمك يرجع لكم،
عايزه بقى كزبره مفرومه، شبت مفروم، بقدونس مفروم. اختياراتنا في الخضره ترجع لنا، نشيل حاجه نزود حاجه، نشيل الخضره خالص براحتكم. كوبايه عصير طماطم، معلقه كبيره صلصه، معلقه كبيره ثوم مفروم، عصير ليمون، خل، كمون، كزبره جافه، ملح وفلفل اسود، وبصله. انا نسيت البصله، حد يجيب لي بصله وين؟ يلا بينا. بصله مفرومه، معلش هنزودها. لا، خشن او ناعم، وات ايفر، مش فاهم. هنزود بصلايه على المقادير، وعلى ما يجيبوا لنا البصله، عشان ضروري البصل، بصل والثوم ضروري الحقيقه. يعني مش من الحاجات اللي اقول لكم لو مش عندكم بصل ما تحطوش، لا حطوه، لازم بصل، ماليش دعوه. نعمل بقى ايه؟ التتبيله. نجيب طبق، عارفه ليه ما عنديش اطباق صغيره؟ يلا بينا نشتغل هنا. التتبيله بتاعتنا التقليديه اللي هي تومه بالفلفل. لو عندي ايوه اهو عندي الهون، عشان انا بقى ايه تتبيله السمك دي اللي مش مدقوقه بتضايقني قوي، فهنعمل كده. هنحط الكمون والملح والفلفل، والحركه دي حركه مهمه، نحط كده الملح على الايه التوم، وندي كمون وحبه كزبره حلوين وندقهم. لما بنهرس الفلفل مع التوم مع الكمون مع الملح النكهه بتطلع، فالفرم ده مش بيدينا النكهه والريحه بتاع تتبيله السمك اللي احنا عارفينها. انا بحب ادق كده عشان اطلع التتبيله الصح. كفايه كده عشان ما بقاش مزعجه. هنشتغل حتى في نفس الهون، نديله بقى ايه عصره ليمون، حبه خل، بتحبي الشبت ممكن نضيف شبت، ما بتحبيهوش او يعني مش مهم. عصره عصير طماطم في التتبيله، او بشر عصير بشر طماطمايه احيانا بيبقى لذيذ قوي. مش دايما بعمل كده الحقيقه، يعني مش دايما بيبقى ببشر طماطم في تتبيله السمك. يعني تتبيله السمك بتاعتي الكمون، الكزبره، الملح، الفلفل الحامي مع الثوم، دي التتبيله الاساسيه. ما بحطش الخضره دايما. هاخد شويه من عصير الطماطم كده صغنطتين، بيدوا طعم حلو قوي قوي قوي. فطلع لي الخلطه الحلوه اللي قدامنا دي اهي. يلا نتبل بقى السمك. دي تتبيله السمك بتاعتي الاساسيه. اتبل مكرونه، اتبل بربون، اتبل بولتي، استخدمها طول الوقت. ناخد طبق وناخد السمك البولتي. ونبتدي نتبل. عايزين نبص بص على الرز بس، خليه ايه شويه حبه كده نروح نعمل كده فتحه بسيطه. وعلى فكره ممكن تقسموا السمكه نصين، يعني تخلوها راس وديل وراس وديل عادي، بس خلينا نقدمها بالشكل ده احسن. احيانا بحب ان انا هاخد ايه التتبيله كده ونبتدي بقى ايه نتبل السمكيه بتاعتنا. وحتى وهي داخله صوص التتبيل مهم، يعني محدش يقول لي ما هي داخله الصوص بقى ايه لازمته التتبيل، لا لا تبليها بس 10 دقائق كده. ندي التتبيله بتاعتنا عند الراس، من هنا ومن هنا، من المكان اللي احنا فتحنا فيه. وحتى بقى لو هنقليه، يعني هنقليه حتى وهناكله مقلي، هي دي تتبيلتي. حطه بقى في الدقيق وخلاص. ادي كده التتبيله بتاعتنا، السمك كده متبل. في حاله ان انا هقليه يبقى هقليه واسيبه على جنب، وبعد القليه هجهز الخلطه بتاعتنا هنا. ما قليناهوش وهتحطيه ني زي حالاتي، يبقى زي الفل عادي جدا.
هننزل بالزيت نشيل كده التتبيلة. ممكن ناخد من التتبيلة دي في الصوص كمان لو حابين، بتبقى لطيفة. وساعات باخد من التتبيله لو ما عليهاش ليمون، يعني قبل ما تبقى قبل ما احط الليمون وبعمل بيها رز الصياديه، احطها على رز الصياديه، معلقه كده من التومه بالكمون على رز الصياديه وانا بحمر البصله، وتتحمر جامد كده بتدي طعم حلو قوي. نطمن بقى ان الطاسه بتاعتنا تمام، وننزل بالبصل. يلا بينا. على ما البصلة تصفر تعالوا نبص على الرز. يلا اهو بصوا بقى. ايوه ما هو اصفر. لا لا خالص اهو. انتوا كده ايه؟ ادي الرز اللي عملناه في اول الحلقة، نديله تقليبة وريحته تحفة، ريحته ليمون وشبت وكزبرة وكل حاجة وأعشاب كده جميلة. وبعدين بقى ايه، انا خلاص هقفل عليه لان هو كده استوى وفلفل وبقى تحفة. ممكن اقوم عاملة كده بقى عود روزماري واحطه واقفل بس خلاص، دينا ريحة تحفة. اه تويتها. استنى نجيب الاسباتيلا علشان البصل زي الفل كده، لازم نشتغل بقى. يلا هننزل بالثوم. عندنا بقى هنا قلنا ايه، ثومه بكزبره كده بكمون، طبعا احنا معانا ايه فيها خل وليمون بس تمام، برضو بالخل والليمون بتبقى تحفه ما فيهاش اي مشكله. الريحه هنا بقى، هنا اهو دلوقتي البصله اصفرت والخلطه بتاعتنا زي ما احنا شايفينها كده. هننزل بالصلصه، قلبي الصلصه كده تحمى بس كده مع الزيت تقليبه. انزلي بعصير الطماطم، وبعدين هننزل بالتوابل، خضرة آخر حاجة، كزبرة، كمون، ملح، كده ننزل بالخضرة. ممكن تسيبيها تتسبك شوية، أنا عشان ما عنديش وقت هنزل بالخضرة على طول. قلنا شبت وبقدونس وكزبرة، اختياراتنا في الخضرة ترجع لنا، اللي مش بيحب الخضرة ما يحطهاش. يلا كمان بقى لو حطيتي بطاطس هنا بقى، تحطي البطاطس نية مع الخلطة دي. بعد ما هتحطي البطاطس نية هتسيبيها تستوي، يعني تسيبي البطاطس تستوي في التخديعة دي. بعد ما تستوي هتحطي السمك، يعني ما تحطيش السمك إلا لما تطمني إن البطاطس النية اللي انت حطيتيها داخلة في السوى. ليه؟ لأن احنا وانس ما احنا حطينا السمك الموضوع خلاص خلص، ما بياخدش وقت خالص. نعمل كده، نحط السمك بتاعنا بالشكل ده، نسيبها على النار تغلي دقيقتين ويدخل على فرن سخن وبس كده. ادي الوصفه بتاعتنا اللي حتى في التسويه في الفرن بتاخد حوالي 10 دقايق. هنطلع فاصل ونرجع جري، تروحوا شويه.
فرخ. ودلوقتي هندخل على اخر نوع سمك معانا بره بقى ايه الكومفورت زون بتاعتنا، المكان اللي احنا بننبسط فيه كده، اللي هو الكزبره بقى والحاجات والصلصه يعني هنروح لحته تانية بس بالكريمه. بصوا بقى هنعمل ايه، سمك فيليه لذيذ قوي بصوص كريمه وليمون، لذيذ جدا. اول حاجه وهو وبطماطم معانا، معاه برضو طماطم لذيذه قوي، طماطم شاري كده، تقدروا تستخدموا اي نوع طماطم تاني، طماطم المجففه كمان بتبقى لذيذه قوي في الطبق ده. محتاجة نص كيلو سمك فيليه، طماطم تشاري، عايزة فصوص ثوم شرايح أو مدقوقة أو مفرومة زي ما تحبوا، أنا مستخدماها شرايح، ربع كوباية من البقدونس وربع كوباية من الكزبرة، بس أنا هستخدم أعتقد البقدونس بس يعني هيبقى لطيف والكزبرة هتبقى حلوة برضه مفيش مشكلة. زبدة، زيت، كزبرة جافة، كمون، ملح، وكوب كريمة طهي. طيب معلش احنا هنشيل الكزبره والكمون من الوصفه دي عشان دول جم غلط. اوكي هنقول المقادير تاني، انا هقولها تاني. محتاجين نص كيلو سمك فيليه، كوبايه طماطم تشاري، فصوص ثوم شرايح او مدقوقه، ربع كوبايه بقدونس ممكن نبدلها بكزبره او نستخدم الاثنين مفيش مشكله، عايزه زبده وزيت وملح وفلفل اسود بس كده. يلا بينا، عندنا بقى شرايح ليمون، تاتش بشر ليمون، عصر ليمون، وده براحتكم اذا حابين ممكن تعملوه او ممكن لا. الرز هناخده على جنب كده مش محتاجينه دلوقتي لما نغرفه. عايزه هنا وعايزه اطلع السردين معلش برضو قبل ما ايه اتشغل في الوصفه وانساه، ما انا هطلعه حالا. يلا بينا، ادي طاجن السردين بتاعنا اللي عملناه في اول الحلقه. بصوا حلو ازاي بقى، تحفه، ريحه وطعم وقوام وصوص وارضيه وحشوه وكل حاجه خطيره. نرجع تاني لوصفتنا، اول حاجه هنعملها اني هلبس الجلوفز واعفر السمك اللي انا مستخدماه، انا مستخدمه قشر بياض، بالدقيق، ممكن دقيق وممكن نشا. ادي الدقيق، يلا بينا كده وكده. كده تمام؟ تمام. نروح على الطاسة بتاعتنا وننزل بمكعب زبدة. محتاجين نقفل الصوت بس جوه عشان الصوت عالي شوية معانا. ننزل بشوية زيت مع الزبدة. لما الزبدة تسيح هننزل بالسمك. ممكن ننزل كده ننكه الزبدة دي بتاتش فلفل اسود بسيط جدا بس اهم حاجة عندي ان الطاسه تسخن كويس. لما الطاسه تسخن هنزل السمك واخده اليمين والشمال لحد ما يتشوح كويس، وبعدين هرفعه من على النار وابتدي في نفس الطاسه اشتغل واعمل الصوص ونرجعه تاني. دي الستبس اللي هنشتغل بيها دلوقتي، واحدة واحدة بقى كده على الطاسة عشان مش عايزين الطاسة تبرد ومش عايزين تقليب كتير في السمك. مهم جدا ان احنا ما نقعدش نقلب في يمين وشمال ونمسكه بالشوكة كده، لا.
الدقيق بيعمل ايه؟ ليه عفرناه بالدقيق؟ وعلشان هو كمان مش يعني مش مقلي، بيدي طبقه كراست كده لون، بتحافظ على السمكه شويه من انها تتهري. فيستحسن دايما ان احنا اذا حتى هنعمل باي نوع تاني فيليه برضو نعمل كده، مش قشر البياض بس. الطاسة ما بنحطش فيها كل حاجة مرة واحدة. ولازم اصبر على التقليب، علشان لو قلبت بدري ههلك السمكية وفرفطها وهتبقى قطع صغيرة في الطاسة. نشوف كده أول حتة عملناها. كده دول آخر اتنين، ممكن نقلب دي تاخد لون من الجنبين، يبقى احنا تمام. السمك ما بياخدش وقت خالص في التسوية. في الفاصل كنت عاملة انا الصوت مضايقني قوي. الصوت نوطي الصوت. الصوت يا جماعة انا مش عارفة اركز، مش عارفه كنت بقول ايه. خلاص، المهم ان احنا هنقلب السمك دلوقتي. كده كنت بقول لكم انه وانا في الفاصل السمك البولتي اللي عملناه كزبريه نقلته من الصينيه اللي كنت شغاله فيها لطاجن تاني بس اصغر يعني، لكن هو في الفرن دلوقتي. طيب يلا بينا، احنا هنطلع فاصل ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته، يلا بينا. نطلع بقى ايه؟ نطلع السمك بعد ما اتشوح واخد لون زي ما احنا شايفين. ولو اخدتوا بالكم بقى هتلاقوا ان السمكيه حافظت على كل الحاجات وهي زي الفل، اخدت لون حلو وما تهربدتش ولا حصل لها اي حاجه. ومهم عندي ان هي تاخد اللون ده. على فكره هي كده قطعه السمك استوت، خلاص استوت في الزبده كويس قوي. ما تبلتهاش، انا عايزه الصوص بتاعها هتاخده من الطعم بتاعها، هتاخده من الصوص. عايزين تدوها رشه ملح وفلفل ما يجراش حاجه عادي. نشيل بقى كده قطع السمك بتاعتنا ونشتغل في الصوص. لو لقيتوا الطاسه عندك ما فيهاش زبده، لان انا في النص حطيت حته زبده زياده انتوا ما شفتوهاش، لو لقيتي الطاسه عندك ناشفه لازم تحطي حته زبده كمان او زيت، بس يستحسن زبده. ناخد بقى فصوص الثوم، لو حد بيتضايق من شكل فصوص الثوم كده او عايزه مدقوق اوكي، ناخد الطعم بس اهم حاجة. نحمر فصوص الثوم هنا في الزبدة كده مع الثوم. ممكن احط روز ماري اذا بتحبوا الاعشاب العطرية، اذا عايزين زعتر، اذا عايزين من غير مفيش اي مشكلة. عندنا كمان بشر الليمون، والليمون هجهزه دلوقتي كده يبقى جنبي، والطماطم. ننزل بقى ايه بالطماطم ونشوحها. لو طماطم مجففه بنحطها برضو في نفس الوقت ده. عايزه اشوح الطماطم كويس ضروري. عندي رشه ملح كده، رشه فلفل اسود كده، تشويحه محترمه على نار عاليه. نطلع السمك اللي في الفرن، عشان كده كفايه قوي، والسمك ما ينفعش يبقى اوفر كوكد، مستوي بزياده. خلاص اخد وقته فكده تمام. وين الكمثرى؟ يلا
بسم الله. نجري بسرعه عشان سخنه جدا جدا. تمام. نديله ايه بقى؟ رشه كزبره مثلا، فريشنس كده مع شويه من الشبت، ممكن شويه فلفل اخضر. على فكره برضو وانا في الفاصل لما غيرت الطبق حطيت فلفل اخضر حامي، مش عارفه بحسها ما تنفعش مش حاميه برضو. نرجع لوصفتنا، الطماطم مع الروزماري مع الثوم، ننزل بعصير الليمون يعمل تش، ننزل بالكريمه، ممكن كريمه ولبن ومعلقه دقيق اذا عايزين تزودوا كميه الكريم شويه. انا ممكن اعمل كده، حاسه الكريمه عندي قليله سنه فهنديها دقيق وميه كده نجرش، بس ما تكتروش الدقيق قوي عشان ما يقلبش مننا بشاميل تقيل، يعني وايت صوص خفيف كده. يظبط لنا بس القوام بتاعنا بالشكل ده. ممكن ننزل بشرايح ليمون تدينا طعم ونكهه اقوى مع بشر الليمون اللي انا بحبه جدا. هحط كمان في الصوص بصل اخضر كده، هنزل بشويه من الكزبره وشويه صغيرين من الشبت. كريمة شبت وليمون عملت لي الصوص اللي انا بالظبط محتاجاه، تاتش كده خفيف قوي من الفلفل الاسود. نظبط الملح، ناخد السمك كمان وهو بالشكل ده كده ارش عليه ملح. ورشيت على السمك اللي انا شوحته رشة ملح كده اهو، وبعدين هنزل بيه كده. يبقبق بقى كده وبلاش ايه برضو نقلب فيه، هو خلاص غطسان في الصوص وكله تمام، فمش عايزين اكتر من كده خالص. ممكن نديله بس ايه للتزيين شرايح ليمون بالشكل ده، وما تقلقوش مش كتير الليمون، كل ما اخد ليمون كل ما اداكوا طعم حلو قوي على فكره. ننضف بس الطاسه عشان هنقدمه بيها. الطماطم كمان بتبقى لذيذه قوي، فايه اتمنى ان هي تبقى باينه معانا كده ما تختفيش تحت. الوان تاتش بس بسيط جدا جدا من الشبت، وكده الطبق بتاعنا جاهز للتقديم. هنغرف الرز وكده نبقى خلصنا. يلا بينا. يلا. حيرة كل يوم، هحط الرز فين؟ هحط الرز فين؟ تعالوا نلم الأشياء بتاعتنا بس. نعمل كده كده. ست البيت الشاطرة تلم وراها. وتنظف الرخامة كويس قبل ما تغرف الرز، حتى لو في كنترول بيستعجلها، حتى ايا كان بجد. طب خلاص ده انا واخده راحتي على فكره، مش مستعجليني ولا حاجه يا جماعه. يلا بينا نشيل بقى الروز ماري ده، نشيل بقى شرايح الليمون، خلاص كده عملوا الواجب وزياده، ونغرف الرز بتاعنا اللي بالليمون. النهارده استخدمنا كميه ليمون محترمه. نقلب الرز كده المفلفل بتاعنا الجميل اللي ريحته تحفه، واي نوع سمك هيتحط عليه هيبقى خطير. يلا بينا.
برضو السمك ممكن نشكل فيه ونشكل في طريقة تقديمه والأطباق الجانبية بتاعته. طبق سلطة خضراء بقى حلو، سلطة طحينة، سلطة بابا غنوج هتكون لذيذة جدا. حط الطماطمين الليمونة دي هنا لأن شكلها حلو بصراحة، مش عايزة ارميها، ماسكة نفسها كده وجميلة. نظبط شكل السمكة بتاعتنا على طبقنا. معلش هنلم الدنيا حالا. أنا سامعة سامعة حد بيقول حاجة. يب. آخر معلقتين رز. هنجارنش هنا ب ممكن فلفل حامي، ممكن ليمون كده مثلا. على فكره ما كملتهمش على فكره. ما خلصوش بجد؟ ايوه. الحكم مستقصدني. يلا روز ماري خلاص اهو اهو اهو. نظبط بس الجنينه بتاعتنا وخلاص. عملنا ايه النهارده؟ عملنا اطباق بالسمك، يلا بينا. واطباقنا اللي بالسمك كانت عباره عن صياديه السمك او كزبريه السمك. عملنا كمان، خلي السردين هنا، صينيه السردين بتاعتنا الجميله اللي شكلها حلو قوي 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 دي. عملنا الطاسة بالكريمة، طاسة السمك الفيليه، عشان لو مش عايزين تقلوا وعايزين تجددوا في أطباقكم تشوفونا احنا عملنا ايه وتعملوا زينا. وعملنا كمان طبق الرز الخطير اللي قدامنا ده، ده رز بالليمون. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى لكم ويكند سعيد وجمعة مباركة، نشوفكم الاسبوع الجاي على خير. باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.